نقسمه بواحد لاطارت بلا موس بالحم ان شاء الله. ان شاء الله. ان اي فيها اي جينواز اللي كتطبق لينا هنا انا غنعطيهم لا جينواز فيها 5 د البيضات 125 غرام السنيده و 125 غرام دقيق وفانيا. واحد بنفس الطريقه فيها 5 د البيضات 125 غرام السنيده 125 غرام دقيق وفاني. غادي ناخذ وغادي نفرقوا الصفار على البيض وغادي نطربوا البياض البيض مع نص الكميه ديال السنيده يعني 75 غرام تقريبا ديال السنيده غنطربوها حتى تولي مره ونحطوها في الثلاجه ونطربوا الصفار البيض مع الكميه اللي بقات لينا ديال السكر حتى كيولي بيض ومع فاني ومن بعد كنزيدوا معلقه ديال البياض البيض ومعلقه ديال الطحين وحنايا كنديروا بالسباتيلا من الفوق لتحت الطريقه ديال لا جينواز العاديه المعتاده ديال لاباطا بيسكوي وكنسرحوها في واحد اللاطة مفرشة بالسلفريزي كنسرحوها فوق من ديك اللاطة وندخلوها الفران حتى كطيب وكنخرجوها وكنقطعوها بالإطار اللي بغينا سواء عائلي سواء إطارات فردية فرديين وغادي نمشيو ندوزو الكريمة ديال الحامض عندنا في الكريمة ديال الحامض الكريمة العادية اللي كنديرو في ليطاخ يعني غادي ناخدو 3 صفار البيض مع 125 غرام سنيدة 80 غرام ديال النشا نص اطر مخلطه بين 3 عصير الحامضات والماء يعني غادي نحتاجو نص اطر ديال الماء نص اطر بين عصير الحامض والماء ونقش غد حامضه وواحد 500 غرام ديال لاكريم فخيش مطربه واخا عندنا في الكريمه ديال الحامض 3 صفار البيض 125 غرام سنيده 80 غرام ديال النشا نسطرو مخلطه بين عصير الحامض والماء وعندنا قشرة حامضة و 500 غرام ديال لاكريم فخيش مطربة في الأول كنوجدو لاكريم باتيسير ديالنا عادية بالحامض يعني كنخلطو صفار البيض مع سنيدة مع النشا وكنزيدو داك الماء مخلط مع الحامض ونديرو فوقها عفاية تقيعقاد ومن بعد كنزيدو ديك قشرة حامضة ونخليو الخليط ديالنا ديال الكريمه حتى كيبرد تماما مره مره كنحركو ومن بعد كنزيدو ليه هذيك القشده الطريه اللي عندنا من بعد كناخذو الجينواز ديالنا كنسقيوها وكان من الاحسن كنصبقو هو الاول لاموس لتحت وكنديرو فوق منها لا جينواز وندخلو الثلاجه حتى تبرد ونقلبوها ونحيدو الاطار ديالنا ونقدمو لاطارت ديالنا بلاموس بالحامض وبالصحه والراحه. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك شيف نعيمة كنشكرك بزاف على هاد الاقتراحات المميزة جدا.